السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم من صندوق تاع جلابه، غادي نخدمه بالترسان وبالزمرد، كيجي زوين. عندي هنايا من صندوق خيطها بطراسم رقيق ديال الصيف، بغيتها خفيفه ديال دابا. درت ليها العيون، ما لقيتهاش، ما درتلش ليها العقد، درت ليها هاد العيون، وغندير وسطهم هاد الزمرد رقم 4 في الزيتي، الجلابة في المطرد والعقيق في الزيتي. غنلقيها بهاد الترسانة، هاد الترسان هي بديت فيها. نوريكم كيفاش كنخدم هاد العيون. عندي هنا ترسان مرخوف شوية، كنشدو كنبرمو هكا باش يكون مزير، كندير العوين هكا هكا صافي، وكنشدو كنخيطو بسم الله هكا هكا، كنشدوها بثلاثة الغرزات هكا. كنتمنى تكون واضحة عليكم. هكا كندير جوج غرزات صافي، كنلوي هاد الطراسم لأنه الخوف، وصافي كندير عوينة هكا هي، كنشدها بصبعنا باش ما تحلش ليا، حتى نثبتها بالخيط هكا هكا. صافي كنستمر على هذه الطريقة حتى كنكمل. من بعد ما كملت العيون ديالي بالخياطة، العقيق درته، خليت هاد شوية باش نوريكم كيفاش كندير الطريقة. كنشد الخيط، كنتنيه، كنطوي على 4 هالخيط، كنشد هذا الراس وهذا الراس، كنلصقهم وكنديرهم في البرا. المبتدئات ما غاديش يعرفوا كيفاش، نوريهم هيا باش كيجينا الخيط على 4 الخيوطة. كنشد الاخر ديالهم، كنديرو لهم العبدة هكا باش يجي لينا العقيق، يتقطع لينا الخيط، باش يجي لينا الخيط صحيح. فاش كنديرو 4 الخيوط، ها هو راه بديت بيه، بغيت نوريكم الطريقة كيفاش كيفاش كندير فاش كندير العيون. هيا بسم الله، ناخد العقيقة كنخشيها في، ناخد عفوا البرا كنخشيها في الطراسم هادي، كناخد العقيقة هيا كنخشي البرا في الاخر ديال هاد العوينه، وكنبدا بالعوينه الثانيه، كنخشي فيها الخيط، كنعاود ثاني كنخشي الحقيق هيا هيا. كنتمنى توضح لكم
العوينه الاولى، الثانيه البديه ديالها هي صافي، راه ساهله كتعطي ديكور زوين وخياطه خفيفه. صافا البنات، هالفيديو ديالي هنا فين كيسالي، كنتمنى الى الاعجاب ديالكم وديروا لي لايك، واللي مازال ما مشتركش في القناة يشترك. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم، في امان الله.